هكذا بدأت مراسم تشييع الشهيد الشاب جعفر الدرازي الذي تتهم عائلته السلطة بقتله تحت التعذيب. انطلق التشييع المهيب من منزل الشهيد وصولا إلى مقبرة الإمام بجد حفص وسط استنفار كثيف لقوات أمن النظام وحصار على محيط بلدة الدأه والمناطق المجاورة. وقد وجه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أثناء التشييع تحية لأمهات الشهداء ولوالدة الشهيد الدرازي ردا على رسالتها، متعهدا بطمس آثار دكتاتورية حاكم البلاد حمد عيسى الخليفة وطرد الاحتلال السعودي. وبعد تشييع الشهيد إلى مثواه الأخير توجه آلاف المشيعين الغاضبين نحو دوار اللؤلؤة الذي بات يعرف بميدان الشهداء. واجهتهم قوات النظام بالقمع المفرط عند مدخل بلدة السنابس بإطلاق الغازات الخانقة والرصاص الانشطاري، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بينهم وبين القوات. وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات عديدة في صفوف المشيعين، وقد تم معالجة المصابين في المنازل تفادياً لاعتقالهم في حال توجهوا للمستشفيات. التشييع المهيب للشهيد والاشتباكات العنيفة التي وقعت بعده والشعارات التي رفعها المشيعون توحي بحسب مراقبين أن الحل السياسي في البحرين مستحيل، وأن الصراع بين النظام الحاكم والشعب لن يتوقف حتى زوال أحدهما.